الو، ازيكم؟ النهارده احنا في لندن بارك، انا والبنوته الصغيره بنوتي. احنا كنا جايين نلعب عادي، مفيش حاجه في دماغنا يعني، بس لقينا كميه بط كبير جدا. سامحوني بقى علشان شكلي ودقني وبتاع الحاجات دي. لقينا كمية بط كتير جدا 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 جدا، هوريكو في الفيديو بعد كده. لدرجة ان احنا يعني خلاص هنسيب اللعب ونروح نتفرج على البط. طيب، بمناسبة البط بقى دوت، انا كان في موضوع كنت عايز اتكلم فيه. انا رايح اهو، انت طبعا مش متخيلين كمية البط قد ايه. بص بص، الدك مش باين. لا، دونت ران دونت ران دونت ران، علشان انا مش عايزهم يطيروا. واك واك واك، انا هاخد سيلفي معاهم دلوقتي. لا لا، استني، ما هما هيجروا، كل ما هتيجي تلمسيهم هيمشوا منك. هما ايفانشلي ماشي. واك واك، خلينا نمشي الناحية التانية. واك، متخيلين ده المنظر هو هنا خالص، ده يعني بالالاف. بتاكل ايه الدكس؟ تفتكر تاكل جراس؟ عايزين تطيروا، بطيروا يا صحيح.